محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة، أبرزها أن مديرية الشباب والرياضة في محافظة بني سويف فازت بالمركز الأول في لعبة الكرة الطايرة على مستوى الجمهورية في مسابقات دوري اللجان الرياضية للعاملين بمديريات الشباب والرياضة، واللي استضافتها مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 13 ولحد 16 فبراير، وشاركت فيها 28 لجنة رياضية على مستوى الجمهورية بإجمالي 600 منافس. محافظ أسيوط أكد أنه هيتم تنفيذ حملة قومية لمكافحة القوارض تحت عنوان حملة حزام القمح موسم 2023، واللي هتبدأ من يوم 26 فبراير وهتستمر لحد 9 مارس الجاي، وده من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض. بيستعد مطار مرسى علم الدولي اعتباراً من النهاردة والمدة أسبوع في استقبال 96 رحلة طيران سياحية جاية من مطارات أوروبا على متنها 20,000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات. مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أعلن فصل التيار الكهربي عن مجموعة مناطق في مدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من إدارة الصيانة في قطاع شبكات البحر الأحمر، وده هيكون بداية من النهاردة الساعة 9 الصبح ولحد الساعة 2 الظهر لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. حي غرب شبرا الخيمة شهد بدء أعمال صيانة كوبري مشاة التلاجة، وقامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد الأعمال لإحدى الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري للانتهاء منه خلال أسبوع، وهتشمل أعمال الصيانة تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة تانية وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن وإنشاء نيو جيرسي للطريق وصيانة الكوبري الأرضي لترعة الشرقوية. نظمت مديرية الصحة في البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية أبيس الخمسة في مركز كفر الدوار من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية، وجات القافلة الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والنجوع، وتم خلال القافلة الكشف عن 1188 مواطن مجاناً من خلال وجود 11 عيادة طبية. كمان شهدت محافظة الأقصر عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد 4 أيام من التوقف لسوء حالة الطقس وشدة الرياح في اتجاه الشرق، وتم تحليق 65 رحلة بالون طائر كان على متنها أكثر من 1800 سائح من حول العالم. أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا تقديم الخدمات الصحية ل 16,340 سيدة على مدار شهر يناير اللي فات، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.